مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، تناولت الصحافة الكاميرونية الأزمة الجديدة القائمة بين المملكة المغربية والجزائر، وذلك على خلفية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر. وتطرق موقع كاميرون ويب للأزمة الرياضية بين الجزائر والمغرب حول اشتراط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنقل العناصر الوطنية بطائرة مغربية خاصة صوب قسطنطينة أو عدم المشاركة في الحدث. وتابع الموقع الكاميروني ذاته أن دولة الجزائر لا تستهدف فقط بلدهم الكاميرون، قائلة إن رابع العالم في مونديال قطر 2022 أيضا مهدد من طرف جارته الجزائر. وزاد الموقع المذكور أن الاتحاد الإفريقي يجب أن لا يسمح بتنظيم بطولات إفريقية في مثل هذه الدول التي لا تفرق بين السياسة والرياضة. ويتواجد المنتخب المغربي بالمجموعة الثالثة، حيث سيلاقي المنتخب السوداني في الجولة الأولى، ثم سيواجه منتخب مدغشقر في الجولة الثانية، على أن يواجه منتخب غانا في الجولة الثالثة والأخيرة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.